مشاهدي القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم في شيف صغرون صغيرات اللي تستناو فينا وتعودتوا بنا كل نهار حد نتقابلوا معاكم في سبيعة من زمان هونية في الفضاء هذايا المخصص لشيف صغرون. يكونوا بحذنا حاضرين صغيرات بيجيو بحذنا بعد ما كانوا بعثوا الميساج نتاعهم عبر صفحة الفيسبوك لشيف صغرون، يجيو يحكيوا معنا على هواياتهم وطموحاتهم المستقبلية، أمنياتهم ندخلوا العالم الصغار نتاعهم، نقربوا منهم ونعديو معاهم زيدا جو مزيان في الكوجينة. اليوم فرحانة برشا برشا على خاطر بحذية زوز صغيرات محليهم ملي جاو عملونا برشا جو في البلاتو، نتعرفوا عليهم ومن بعد نمشيو للعبة المزيانة نتاعنا اللي هي زوز فريت، تعرفوها ولا لا؟ ايه كيفاش هذا؟ فرد وزوز. باهي نبدا انت شنو تختار؟ فرد. فرد وانت؟ زويز. زويز باهي، كيفاش؟ شي لا شي لا فور مي. احسب لي هذوما ثمانية بيه. وانا خمس. 9 10 11 12 13. 13 عدد زوجي ولا عدد فردي؟ انا زوجي. انت زوجي بي. والعدد عدد فردي ولا عدد زوجي؟ فردي. صحيت عدد فردي. من انت اخترت فرد نبداو معاك انت. بيه تعرفوا عليك. عسلامة، انا اسمي ميرال لقب رزقي، عمري 8 سنوات، نجحت للرابعة. محليك يا ميرال، كيفاش جاتك الفكرة باش تجي هوني؟ تفرج على البرنامج؟ عجبك؟ والله عجبني. يا أخي قلت باش نمشي نشارك نشارك فيها. باهي ميرال، عندك أخوة ولا لا؟ عندي أخو. شو اسمه أخوك؟ اسمه تايم. قد إيه عمره؟ عمره 5 سنين. جاي معاك ولا ما جاش معاك؟ ما جاش. أنت وشكون جيت؟ أنا وما. أنت وما؟ إيه. أيا باهي، صيفت ولا مازلت؟ مازلت. ما مشيت حتى بلاصة؟ ما مشيتش. ما عمتش؟ عمتش. توا؟ على خاطر خويا مكسور في يده. بسم الله علي. تستني وهو يبرى وبعد تهزوها؟ ايه. مازالوا برشا؟ شوية شوية. بابا أصعب ولا ماما أصعب؟ الحقيقة الحقيقة بابا أصعب ولا خاطر ماما معاك؟ بابا أصعب. أصعب. ماما حنينة؟ تصيح ولا؟ ساعات ساعات. تتغشش؟ تتغشش. بالحق كولة؟ كولة؟ شنو؟ كول معناها تكون هادية ديما. تتغشش كان كيكسروا لها حاجة ولا يتيح منها. تكسروا؟ فاش تكسروا؟ الدارة؟ لا. ما ساعات نحنا نبداو نلعبوا تيح لنا حاجة من فوق الطاولة. شنو تيح لكم؟ فازة، كيس، كوموند، شنو؟ كل مرة حاجة. كل مرة حاجة؟ هبلتوها ماما؟ لا. زدت فيها شوية؟ باهي، خلينا نمشيو مع التحفون هذي المربع يدو. عسلامة. سافا، اخزر الكاميرا. سافا. لاباسة؟ لاباس. أنت ما تقوليش ماكش مبحر. مبحر. مبحر على الأخر، بحورة الكل درتها؟ شختها؟ شو اسمك؟ محمد جاسر أمي. محمد جاسر أمي، قداش عمرك يا محمد جاسر؟ 6. هكا؟ شت. هكا. قداش هذوما؟ هذوكم. لا. خمسة. خمسة. أربعة واحد. أربعة. خمسة. أربعة. ست. ستة. أنت عمرك ستة؟ تقرأ ولا ما تقراش؟ نقرأ. سافاجة والقراية؟ إيه. تو توحشت ستي ولا مازلت؟ توحشت. أنت وشكون جيت؟ أنا وماما. أنت وماما، عندك أخ ولا ما عندكش؟ عندي. قداش من خوك قداش من أخ؟ عندي أخت وخو. أخت وخو. جاو ما جاوش معاك؟ ما جاوش. بي أنت يا محمد جيس شبك عقل برشا؟ ولا وليت عاقل كي دخلت بحذنا؟ أي شفت كيفاش بتنط بيك؟ بي اسمك كيفاش يناديولك في الدار؟ يناديولك محمد جاسر ولا يناديولك محمد ولا يناديولك جاسر؟ جاسر. جاسر وعاقل أنت؟ لا. محليه، شفت الصدق محليه، ماكش عاقل. اش تعمل؟ اش تعمل في الدار؟ كي ما في السخانه كي نقعد وحدي ما نحبش نقعد وحدي، نحب نلعب حاجه بلاي ستيشن كالتليفون. كالتليفون بلاي ستيشن ولا كالتليفون؟ اي وكي معناها تقعدش عاقل، انت تقعد تلعب هذوما تعمل حس ولا تتغشش ماما وبابا؟ يتغشوا؟ بابا وماما ما يتغشوش، كان ماما تتغشش كل يوم. ماما صعيبة؟ ما تقراش بالقدا. بالحق؟ كيف ما تقراش بالقدا؟ وأما أصعب ماما ولا بابا؟ ماما. شكون ينصحك ماما ولا بابا؟ ماما. علي وبابا؟ بابا كي يقريني يعمل لي حاجات أخرين ما نعرفهمش.
أي ماما؟ ماما تعملي حاجات ما نعرفهم الجملة. تعرفهم الجملة؟ أي. وأنت كي تبدأ عندك حكاية تمشي تحكيها لماما ولا تحكيها لبابا؟ ماما وبابا. شكون أقرب ماما ولا بابا؟ بابا. معناه ماماتك أنت الصعيب. أي. وأنت ماماتك الصعيب؟ لا با. با أنت بوها هي صعيب وأنت ماماتك هي الصعيب. مو يلزم واحد راه واحد في الوالدين الزوز ماما ولا بابا لازم يكون هو صعيب شويه الاخر يكون سهل. يا خاطر ماما تقارنيني في حاجات ما نعرفهمش ما جات ما خلطتلهمش في المكتب. ماي ماما تقرا تراجع معاك هي تعمل معاك في المراجعه في الريفيزيون باش انت تولي تعرفهم الحاجات هذوك كي تدخل المكتب. وانت في الصيف قلقت؟ اي قلقت. يا ماما يا ماما عليه هكا يا ماما قلق راهو هو توا في الصيف قول لها ماما راهو الصيف خلينا نرتاحوا شوي. او الصيف خلينا نرتاحوا شوي. هكا قالت لك ليه يا ماما؟ دونك ماما تقري فيك برشا؟ اي. تعمل نشاط رياضي؟ اي لا. نشاط رياضي ما تلعبش حاجة تمشيش تترينا عندك شي سبورت؟ تترينا ساعات اي ساعات لي خاطر نمشي نعوم في البحر. تعوم في البحر؟ اي اما انت في على طول العام فما رياضة تعملها ولا ليه؟ أي. شنو تعمل؟ كرة بيشين. تعمل سباحة وكرة قدم. كرة قدم مع جمعية سباحة. فما شكون يراني فيك عندك مدرب؟ كيما شكون تحب تولي؟ تعرف شكون الأبطال نتاعنا جاسر في السباحة؟ لا شكون؟ ماكش مغروم بحتى بطل في السباحة؟ مغرومين. شكون؟ يا ماما ما قلتلوش على الأبطال في السباحة شكون؟ لا تو تقول لك ماما اسالها عنا بطل تونسي اسمه الملولي اسامه الملولي. ان شاء الله تولي كيف انت مرار تعمل نشاط رياضي؟ ما قالت لي تو نعمل لك. انت تحب مزلت ما عملتوش؟ زلت. انت شنو تحب تعمل؟ كنت نعمل في جيمناستيك تو نحب نعمل دونس. تو دونس وشنو الدونس تحبوا دونس كلاسيك ولا تحب الهيب هوب ولا شنو؟ كلاسيك. تعرف شويه ولا لا؟ نعرف. تاكي ماشي وريني ترائق فوري. نعرف. علي حشمت؟ علي مازلت مشني متعلمة برشا. وكي تتعلم برشا تولي. شكون منكم حافظ غني؟ انا. انت وانت حافظ ولا لا؟ ما خلينا نبداو مع ميرا. لا يخليني نبدا بيه هو. او ما هنا نلعبوا زويز فرداي شيلا فورمي. قديش هذوك؟ هذوك اذا ما 10 15 19 عدد فرد. انت فرد. انا فرد اخترت. انت تو اخترت فرد؟ انا فرد وهي ما تعديوهيش عليا. شكون اخترت فرد؟ والله انا خذيت فرد. مالا انت تب. انت يبدا. هاي علي علي وجهك. هاي هاي عاد اخزر الكاميرا اخزر هذيك الكاميرا عدد واحد. هاي اعطينا اغنيه مزيانه. هاي تو نغنيو معاك. شنو تحب؟ Hello friend, how are you? I'm very happy to see you. Greet on the mer, googie and down. This old zap and to a wow. كهوة؟ كهوة. ما عندكش أغنية بالعربية؟ ما عملنيش غنية بالعربي. كان قصص. كان قصص حاجة به المطالعة. قصص تقرأ وحدك ولا ماما تقرأ لك ولا في المكتب؟ ماما تقرأ لي وفي المكتب يحطونا نتفرجوا كل يوم شوية على القصص. باللغة العربية ولا باللغة الفرنسية؟ بالعربية خاطر العربي واحدة والفرنسي واحد. بيه ميرا لي عندك غنية انت؟ اه. شنو هي الغنية بصاني هين؟ بابا رفيق. بيه ياي. مرة في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك ما يخيف نحن الخير طبعنا لا نخشى ظلم الضعيف لا يحيا بيننا إلا الإنسان الشريف. بابا رفيل ذكي نبيل وعلم الأطفال علم الجميل علم الأطفال علم الجميل بالأخلاق الفاضلة بالمحبة بالأمل لسنا ننتصر على مصاعدي بالأمل بالعمل ذكي دوما إذا الاعتماد عن الثلل لا ترفضوا خجلا ضحكنا قلنا أجل. بابا رفيل ذكي نبيل وعلم الأطفال علم الجميل علم الأطفال علم الجميل. برافو.
بي قل عالم الأطفال عالم جميل ولا ليه؟ العالم جميل جميل. تحبوها؟ اي. شنو علاش تحبوا العالم تاع الصغار نتاعكم؟ شنو فيه؟ شنو فيه العالم الصغار؟ فيه الألعاب كل شيء. الألعاب شنو فيه؟ وفيه المانيج. مانيج؟ المانيج ولا الألعاب؟ اي. اي شنو فيه؟ القراية. القراية بيان سور صحيت. اي. والتطيب. والتطيب طيب انت؟ نتعلموا حاجات نطيبوا. اي. نطيبوهم حاجات. ايه. مثلا بيتزا نعملوا لك. تعمل بيتزا ايه؟ ايه. انت شايف ظهر فيك شايف انت. ايه. تدخل مع مالك كوجينا؟ ايه. وانت ميرا تدخل مع مالك ايه. كوجينا؟ ميرا اليوم باش تعاونوني؟ ايه. ايه. هاي نمشيو نطيبوا. ما خاطر نعاونها في البطاطا. امك تعاونها في البطاطا؟ شو تعملوا بالبطاطا؟ قص البطاطا؟ اي نقصرها مش نقص. باهي نغسلوا دينا اول حاجة. ايه. ندخلوا للكوجينا نغسلوا دينا. و... على خاطر دينا فيها جراثيم. مسقط فيها الميكروبات. فيها الميكروبات فيها الجراثيم. دونك يلزمنا نغسلوا دينا هذه أول حاجة نتعلموها. هي طايحة والله. شو تعطي؟ صحيت صحيت. تحبوا الملايط وإلا ليه؟ أي أي. أنا الملايط متعليها دي ما نكلها في الصباح. بالحق؟ ساعات في الليل. حاجة في الماكلة حاجة تحبوها. بيتزا؟ أي. بالحق بيتزا وانت؟ بيتزا وهمبرجر و... كيف؟ لا ما كلت الشارع عراها مش بيها ما كلت ليه؟ الشارع. ليه؟ ما أنا ما الهمبرجر والبيتزا ما طيبهم لي في الدار على خاطر ما كلت الشارع دي ما متعرضة للشمس. صحيت وما تعرف تطيبهم؟ أي تعرف. وشي بشي يصنعوها بس بالسامس. شيبس مش بيه شيبس ما هو صحي. انتوا ما كي تجيو بحذايا تعرفوا نعوله؟ لا نضيفكم السفناريا. شكون يكمل ياكلها قبل؟ انا باش نحسب وانتم ما شكون يكمل قبل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. شوف شوف أخص هكيكا مريض راه. خنشوف ميرا ليه خنشوف جيسر رد بالك على روحك. جيسر غلب جيسر تبارك الله حشيه كل في فمه دخلها الكل كاغيمون في فمه تراحل فمك. شنو هذا تتنفس ما ولا وفوق منها الزيتونه زاده جو هذوما معاه. اي نبداو نعملوا الاومليت نتاعنا. ما نجمتش نفرح. متي ما نجمتش لتو غاديه. غلبك جيسر. جيسر جيسر في الدار تاكل برشا ولا شوي؟ ها يا ماما ياكل في الدار ولا ما ياكلش شوي شويه؟ وانتي ميرال تاكل ولا ما تاكلش؟ ها شوي شوي, شوي. ماما تاكل ولا ما تاكلش؟ جمله ما تاكلش الماكله؟ ناكل. تاكلها؟ ماما قالت لي تحبش الماكله برشا. اما انا اللي باش نعمله لك باش تاكلوا راه اليوم باش نعملوا اومليت وباش نعملوا سلطه نتاع عدس. حتى خاطر شنو؟ حتى نكمل ناكل في فمي انا ما لا لازمك تاكل وحلت فيها. هيا قول لي اكثر حاجه قلنا تحبوها في الماكله شنو هي؟ بيتزا؟ كهو؟ همبرجر طيبوا في الدار. وانتي جاسر شنو اكثر حاجه تحب؟ بيتزا همبرجر نجيت. تعملهم في الدار ولا تشريهم من البر؟ شو تخلط لي؟ نعملهم في الدار. خلاص انت باش تحط له اعطي ميرا المثال شوي ما بيناتكم انتم مزوز انت شوي هو شوي حط الجبن حط له الجبن. كل؟ اي باش تجي بنينه باش نعمل لكم اومليت بنينه ياسر. حط معاه المعجون. زي اومليت جاردينيا. اومليت جاردينيا؟ لا ماهيش اومليت جاردينيا. منين جبت هذه اومليت جاردينيا؟ اي بالحشيش هذيك حشيش. نسمع في الضحك من ورا الكاميرا تضحك عليك هذيك مش حشيش هذيك. نعم هذيك معدنوس يا اخي ناكلوا في الاومليت بالحشيش. ها اومليت بالحشيش هكا توا هكا يا جاسر في الدار تاكلوا اومليت بالحشيش يا ماما شنو الحكايه في الدار تاكلوا اومليت بالحشيش؟ تضحك ميرا. نحطوا فيها شويه زيتون اخضر شويه زيتون اكحل حطوا فيها شوية كبار يا شيف. يا شيف راك عملت فيه لا لا بنين الكبار. ذوق الجبن أو باش نذوق بنينة برشا برشا باهي هنكمل كمل خلط. إيجا ميرال خلط لي. أعطي ميرال خاطر لازمها شوية قوة نتاع نسائك.
ممكن نحطوا فيها شويه زيد جبن. زيد جبن خوذة بنين. عجبكم؟ بنين. ما لابش تجي لهم ليت بنينه. ايه ما باش تاكلوه انتم، ما تاكلوه وحده ولا تاكلوه؟ انا باش نحطه في السلطه في الاومليت باش تاكلوه. راه انا مش باش ناكلته. ليلى باش تاكل انت. ليه يعني مش باش ناكلها؟ نخليها للسلطه. اه صحيت. باهي خلينا نبدا نشعل الغاز. هكا باهي ترى سي بون يزي. هاي قول لي جاسر، شنو اللعبه اللي تحبها تكون موجوده في بيتك، تزين بها بيتك؟ ماشي ما عندكش. نحب نجي نحط يوتيوب في تلفزتي. يوتيوب في تلفزتك؟ اي. عندك تلفزه في بيتك؟ اي، اما ما فيش يوتيوب. اه ماما منعتك من اليوتيوب؟ ليه؟ ما نجموش نصبوا يوتيوب. اه ما تنجموش تصبوا اليوتيوب. وانت ميرا شنو هي اللعبه اللي تحبها في بيتك؟ انا لعبة نتاع صغار هكا، مثلا يجيني خويا يقول لي هاي ميرال طيب لي حاجه، مثلا هي ما تشيلي العاب هي يكونوا لي كيك نحب، وانا ما عنديش مال. اه انت ما عندكش مال. وتعاون ماما في الدار والا لا؟ اي بالحق بالحق والله. في شنو تعاونها؟ نعاونها باش طيب البيتزا. باش طيب البيتزا؟ انا ما نعاونها في الهمبرجر نيوغيت كل شيء. هذوما اش بكم برشا تاكلوا الماكله تحسكم الماكله الفاست فود؟ ما تاكلوش كسكسي ملوخيه؟ كلام. انا ناكل ما نحبوش. انا البارح كليت ملوخيه زاد. ماما طيبت ملوخيه؟ اي. وبنينه الملوخيه؟ اي. كنا طيبنا الملوخيه. كلكم طيبنا الملوخيه؟ كان با ما طيبش الملوخيه. ما با ما طيبش الملوخيه. وشكون تعرف طيب خير من ماما ولا مامي؟ ماما طيبتها. مامي؟ انا با. انت باي طيب خير من ما، وانت شكوني طيب خير؟ ماما ولا مامي ولا بابا؟ مامي ما تنجمش طيب. ماما طيبه على خاطرها تحت في سياقه في رمضان. بسم الله عليها. اه مريضه مامي؟ آه. ما نخزر من الكاميرا قال مامي ربي يشفيك وربي يخليك. مامي ربي يشفيك. نحنا مش ما طيبنا عاد البارح الملوخيه طيبنا بابا شي. شكون هذا؟ عزيزك جدك؟ اسمعي طيب بالكدا بابا بشير. ايه. طيب بالكدا. ايه. كيفاش طيبه لكم ملوخيه؟ بنينه ولا كيكه؟ ايه. وكيك شكون طيب اخي؟ مامي ولا بابي؟ مامي نسيت. مامي عندها برشا ما طيبتش. عندها برشا ما طيبتش. اي جات بنينه. المهم تاع بابا بشير جات بنينه. بنينه. وعجبتك؟ عجبتك. مالا خزر من الكاميرا قول ربي يخليك، وزيد عاود هنا مره اخرى. ربي يخليك. اي وربي مش عاود هنا مره اخرى يا بابي. عاود هنا مره اخرى. وشبيك ما جبتليش منها؟ هكا توا ما قلتلوش بابا بشير راني باش نمشي لشيف صغرونه. ها؟ ما قلتلوش. ما قلتلوش في بالوش؟ ما نمشي حل التلفزه يلقاك قدامه. ها؟ حل التلفزه يلقاك قدامه توا. في الوطنيه الاولى. في الوطنيه الاولى. تتفرجوا على حاجات في الوطنيه الاولى ولا ايه؟ اي. شنو؟ انا مثلا شيف صغرون. اي. اسبوعي. اي. كنت شاين اسبوعي اسبوعي في الوطنيه الثانيه. وانت على شنو تفرج؟ شيف صغرون ومسلسلات في الوطنيه الاولى كنت. اه معناها انتم تتبعوا شيف صغرون وتتبعوا المسلسلات، هذا شنو يعنيكم في التلفزيون؟ ديما نحب شيف صغرون. ديما تحب شيف صغرون؟ اي جون تحب مسلسلات جون. اه مره انا قلت لها نحب كوميك في تلفزيوني. اي هي قالت لي انا نحب مسلسلات. مسلسلات خايبين هما. اي وانت تحب مسلسلات ميرالي؟ كل شيء. احكي ولي توحشتوا الجو نتاع القرايه ولا ليه؟ انا المعلمه توحشتها بتاع الفرنسي والعربي. بتاع العربي باهيه؟ باهي. ومتاع الفرنسي؟ مش كيف كيف. باهيه متخيس تاع الفرنسي. وانتي ميرال؟ توحشت معلمات الكل. كلهم؟ كلهم. انتي الفرنسي ولا العربي ولا الانجلي؟ كلهم. كلهم احلاهم؟ ايه. شكون اكثر واحده تحبها؟ المديره ولا شكون؟ عندكم مدير في الكاميرا؟ عندكم مديرة؟ هاك سألك هو سؤال ولا هو يسأل فيك؟ أنا. عندك مديرة؟ لوطة ولا الفوق؟ لوطة. لوطة ولا الفوق؟ قديش اسمها مدام زينة. مدام زينة؟ وباهية مدام زينة معاكم؟ إيه. باش تطلع بنينة الأومليت. كيفاش عرفت؟ كيك. خاطر فيها كل شيء؟ إي خاطر فيها كل شيء، زيتون و على خاطر جبن وطن. عايشك عايشك يا ميرال، خاطر أنا طيبتها؟ إي خاطر طيبتها. أوه محلاها ميران محلاها.
يا شيف، فماشي شيف توا يده في مكاتبه طول الوقت؟ لا لا. هاي خذوا هذا، نعمل بيه هاكا الخس. ابدا حط لي الورقات نتاع الخس زينهم، وانتي باش تحطهم بعد العدس وتحط الجبن وتحط حطهم هكيك زينهم هكيك. واش فنانين باش نعملوها السفناري؟ انا نعملها. انتي تعملها؟ هاو باش نعطيك انتي تعملها. حتى نحب نعمل معاها. باهي كمل انتي زين الخس. انا باش نعمل هكا باش فيش هكا. اجا هوني انتي باش تعمل لي ال ليه عاد نجي نوقف هنا؟ اي شيف بالطبيعة، فرجوا في شيف صغرون على اللي تعديوها. بعدها اشتريوا لي واحمد عديوها في اليوتيوب. عديوها في اليوتيوب. تاع التلفزة شوف. فرجت تتفرج اليوتيوب، تتفرج الإعادة في اليوتيوب. بي مانا احنا توا نمشيو نتفرجوا على أغنية للأطفال الصغار ومن بعد نرجعوا. بوم زيت نكملوا الاومليت هذيك. شو الشيف شو عمل؟ شو يا شيف من بكري شد الذية مش يرحي في الوحدة، يعمل بصبعه هك هكي. يا شيف اعطيها هي، خليها هي تكمل. اجا انت شيف نعطيك حاجة اخرى. خلينا نحط هوني شوية عدس. برودو؟ ليه مش برودو؟ تحبوا البرودو ولا ليه؟ لا. علاش؟ خاطر البرودو يبدا شبيك، يبدا بالخبز نحسو هكاك مر شوية ولا مر شوية. أما أنت في بالك اللي هو صحي برشا البرودو؟ أي نعم، خاطر مسوس نحسو. خاطر مسوس، ما زيدوا شوية ملح. أنا نعمله ملح ما يزيد يولي مسوس. يولي مسوس بالحق. أما راهو فيه برشا فوائد راه. أي نعم. فيه برشا منافع، خاطر فيه برشا خضر. الخضار فيها منافع، وانتم يلزمكم تاكلوا برشا خضره صغار باش يكون عندكم نمو سليم وصحي هكا ولا ليه؟ سنكم ما توجعكمش، عينكم ما توجعكمش، تطولوا. انا طولت. انت طولت؟ قد طولك انت؟ 45. قديش ال 45؟ قد هكا؟ لا هكا؟ لا هكا؟ ايه. باهي انت عندك قوه ولا ليه؟ ايه وريني تراه 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 اجا هكا تراه، وريني القوه، وريني هذه قوه. ها زعما تغلب انت ولا ايه؟ انا عندك برشا قوه تراه انت. لا
انت ليه؟ علاش؟ نعاودي ليه ليه متعاودش؟ انت تحبي تغلبني؟ باهي اجا. انت شنيا هذوما؟ من الصغار من الصغار هذوما؟ هذا قطوستي نلعب انا وياها هي تغلبني هذي. قطوستك زيدا؟ تربيو حيوانات في الدار؟ انا احب الحيوانات كلها. انا مع اللي فاتت ربيت قطوس، عاد مشينا لتوسا ورجعنا ما لقيناهاش. وين مشيت؟ ما نعرفش. مرة الأولى لقيناها مو راجل لقاها هو حبطها، قلنا له وين لقيتها؟ قالنا على البقعة جينيه خذينا من القطوسة، من بعد لقحنا لها وعملنا لها كل شيء، بعد مشينا لسوسة ورجعنا ما لقيناهاش. وين مشيت زعما؟ خرجت فدت؟ نعرفش زعما وين مشيت؟ أنا قطوستي هربت. أنت قطوستك هربت؟ تربي حيوان في الدار؟ إيه عندي برشا حيوانات، عندي هاسكي. عندك هاسكي؟ مشي لفرنسا. اما مشي لفرنسا؟ الثلج، كلب الثلج هو. مشي لفرنسا؟ نجي هنا الثلج راهو قعد هنا. اي وشنو هي الحيوانات اللي تحبوهم؟ انا نحب نمر، دب، كلب. تحب الدب والنمرة؟ اسد. انا نحب الكانيكس. وعليه كلهم حيوانات لحمة ومفترسة. حيوانات اللي تحبهم كل نمر، دب، اسد. نحب الحيوانات الكل. الحيوانات الكل تحبهم. انا نحب الكانيس. انت تحب الكانيشة؟ انا الكانيس نحبه. اي اما قطوشتي باش تولد هنا، اما ريتها كي ولدت، اما ما نعرفش وين. وين يعني؟ وين مشيت؟ ما هو هربت وولدت. كي هربت ولدت؟ اي كي هربت ولدت. فارة. وانتي قطوستك تحب القطاطس ولا ليه؟ انا ايه قطوسي تفلو. قطوسي. يحب القطاطس. تحب القطاطس؟ قالت لي ما صفر بشار قمرة. كيفاش كيفاش قطوسك مشى؟ يضحك عليك هذيك طونطون اللي ورا الكاميرا يضحك عليك. قطوسك مشى بشي القمراء. وين مشى؟ وين مشى؟ شو اسمه قطوس؟ اسمه كيكو. كيكو يا كيكو، وين مشيت لفرنسا؟ وخليت ميرال وحدها هوني في تونس، فيك ما هزيتيش معاك؟ ها؟ أنا كلبي صغير بابي شري لي شيواوا عاقل. شيواوا عاقل. انتوما مغرومين برشا بالحيوانات. كانيش انا مسميه بوتشي ومشل البحر مع اصحابه وما حبش يرجع وهجو صيد. راهو بندولك راهو عطاهولك اللي كنتي. نحبك. انت تحب زيده تربيهم في الدار؟ هو كبير. لا مش لازم. حب الصغار انا. عندي واحد اخر صغير. مين اللي تكبر شنو تحب تولي؟ انا طبيب. مازال نعرفش. انا طبيب نحب نولي، خاطر الطبيب اللي ما عندهمش فلوس يداويهم. انا فما عصفور قدام الدار نتاعنا صنع عش وفي صغاره. اي حتى احنا هكاك قلت للبا شيل قفص خربي فيه. انت تحب الحيوان؟ واش قالك بابا؟ عندي جوز قفص. قال لي تو ندبرلك. تو يدبرلك يا بابا. ايش الميران قفص يا بابا باش تربي الحيوانات نتاعها؟ القطاطس؟ لا. العلالش؟ حمام. في ليه في القفص نربيو علوش ما نربيوش حمامة؟ ليه قفص صغير ما يكفيش حتى راس علوش. كل لك وين طالع؟ ليه من نربيو فيها هذيك شو اسمها هذيك اللي تاكل اللي هكا تعملك اللي تنقز هكا عرفتها؟ انا ما نعرفش. انا نقصد قفص نتاع الفاخر. في منصف بيا؟ في منصف بيا. شو يبيعوا هما في منصف بيا؟ منصف بيا كلاب. تيلي أرنب. أرنب عرفتها الأرنب. كان واحدة متاع الأرنب. أي الأرنب تحطها في القفص؟ لا أنا عندي عصفورة. بي الأرنب وين تعيش هاي؟ الأرنب تعيش في ال فما أرنب في الغابة. فما أرنب نربيه في الدار. بي وال يتربيش الأرنب نربيه ونجم نربيه. بي والأسد وين يعيش؟ باري الأسد. ليه؟ يعيش في الغابة. في الغاب صحيح، حتى هي كلامها صحيح. و والزرافة في الغابة. كيف كيف؟ نجمو نربيوها في الدار ولا نجمو نربيوها في القفص ولا ما نجموش لا في القفص لا في الدار. وانا عندي زرافة نعيش معايا في الدار. الزرافة ما تتربيش في الدار على خاطرها. جاوبوني بالواحد. الزرافة بشوية عاد بالواحد خلي مع ميرال. الزرافة ما تتربيش في الدار على خاطرها برية. على خاطرها برية؟ ايه عندها رغبة طويلة.
جسر من انا عندي لو جسري صدقني في الحكايه هذه جسر انا عندي زرافه في الدار. ما تتربيش الزرافه خاطر الزرافه راسها كي البريه وهي طويله. راسها كي البريه؟ كيفاش راسها كي البريه الزرافه؟ البريه اللي تتبرى؟ هكا الزرافه راسها كي البريه؟ ليه؟ هكا تضحك عليك ميران راه. هكا رقبتها طويله. فما زرافه اخرى تعيش في الغابه. رقبتها طويله. رقبتها طويله. فما حصان الوحشي. حصان الوحشي؟ اي حصان. ليه ما نعرفوش؟ يسكن في الغابه. يسكن في الغابه؟ حمار وحشي كبير. انا ما نعرفش ليه حمار وحشي، كيفاش هذا؟ ما نعرفوش الحيوان هذا. حمار وحشي. فهم. كيفاش؟ هاي زين. يبدا يخوف هذاك. زينوا الاصلاط، كيفاش؟ يبدا يخوف هو ياكل الحشيش. اما انت كلهم ياكلوا الحشيش؟ الحيوانات الكل ياكلوا الحشيش والعباد ياكلوا الحشيش. ليه؟ العباد ما ياكلوش الحشيش. العباد ياكلوا السفنيريا، الحم، سكالوب. حم، سكالوب. حتى الحمار الوحشي يكره سكالوب يعني. والله حتى الحصان الوحشي، فما حصان وحشي. أول مرة نسمع به حصان وحشي. هو فما ولا ما فماش؟ فما يخوف. يبدا يخوف اكل ياكل الحشيش هو. كان فما حمار وحشي تو نشوفوه. تو نشوفوه. تو نغسل يدي انا بالعظام. برا امشي اغسل يدي. انا نمشي لحديقة الحيوانات وما نلقاوش حمار حصان وحشي. فما حمار وحشي. اما نجي لو عندنا مشكلة في البلاتو فما حمار. فما حمار. حمار وحشي كل شيء. ايه فماش حصان وحشي أول مرة نسمع بها. جسر ما انت قلت لي راك تدرب سباحه. أي. وين فانا بلاصه؟ كنت عندي جوج بيسين. عندك جوج بيسين؟ كنت في الاول. قداش عندك من عام وانت تلعب؟ في شنو بيسين؟ في البيسين. اي عام عامين قداش؟ عامين. انا عمري عام. ملي انت عمرك عام؟ ملي تولدت في البيسين. ملي تولد في البيسي. ملا خلينا نمشي ونشوفوا السباحة هذية في الفيتير هذية ومن بعد نعرف. توا كملنا السلطه نتاعنا والاومليت، باش نعملوا؟ الحليب. باش نعملوا بيه الحليب؟ الحليب نحط نصبوه ومن بعد نحطوا شنو باش نحط؟ ميرال شنو باش نعملوا؟ كريمه. صحيت. كريمه. باش نعملوا بيه كريمه. تحبوا الكريمه ولا ليه؟ ايه لا انا احبها. انت تحبها؟ الكريمه خاطر كريمة من جوا عمري مكليتها ومنش مشتين شوية. نجم خلطة. أنا خلط شوي شوي. تو هو لمي نجم يولي ليه. هاي حط له السكر. هاي هو يخلط. قديش مغارف؟ حط له أربع مغارف. واحدة. أي واحدة. اثنين. ثلاثة. أربعة. أربعة. برافو صحيت. طلعتوا مغرومين والله بالكوجين. نجم خلطة. أنا أعطيها شوية تخلط معاك. خلط صحيح. مش قبيله جاسر قلت لي فما عندك اغنيه اخرى كيما قرش المخيف؟ لا
غني معاه. غني وزوزة. مرات في حقنينا زرنا قرش مخي تحت المقالة لنا ليش أنا تركب فشتي إن البحر ملكنا تنزل سير والبلنا شيء بطولنا تحب توم أو كربيشي قرش مخي أشنا نقل سكين يا عزك عزك ويا خزك خوت منين عوانتي وجرت أكلة عنده ليها سنين خدش اسمو تلوين راهي الحكاية بجد ما هيش اسمو تلوين راهي الحكاية بجد ما هيش اسمو تلوين. ايه برافو. وما حلاكم تغنيوا مع بعض هكيك بي توا باش نحطوها فوق النار برا وتحبوا تمشيوا تلعبوا شويه ترامبولين في ترامبولين ايه كل واحد منكم اختار لعبه ما اختاروا نفس اللعبه باش نجموا تلعبوا زوز مع بعضكم. يوي يوي شكون اختار الفريق الازرق؟ شكون اختار الفريق الازرق؟ شكون اختار الفريق الاحمر؟ انت خليت وقفت ابدا من هنا ليه ما جيت ما بديتش ليه امبارح اي جيو وكملت ولا ليه لا اي جيو عاونوني اي ميرال اي عاوني يا سبي هز هذيك غاديك طاوله معبيه امشي فرغها طاوله تعاون ماما في الدار على الطاوله ولا ليه اي فرغوا هذي ها نجم نصبوا هذا عاد ليه خلي بعده النظم قدوا لي الطاوله نظموا لها شويه باش نجموا نحطوا عليها ناكلوا واش خاليه نحطهم خليهم غاديك باش ناكلوا بيهم اي نعرف باش نفرقهم نحطهم ثلاثه نحط الروس اربعه زي ما حتى النص يخلي انت الازرق حزين شوف نجي نعاونكم ليه ليه عليه زوز بيه حتى الكريمه نتاعنا تاب تجيو كان تحبوا باش تزينوا خاطر باش نحطوها في التاغ حضرنا تاغ يا جماعة اش بيكم تتعاركوا؟ باهي اجي زوز حنا اجا انا زوز حنا ما يسالش اجا ميرالاي انا بشوي 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 لي 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 قول ناكلوا مع بعضنا يا اخي ما تحبش ناكلوا مع بعضنا شوية ميرال جات برشا عندك الحق اه بي انتم تعرفوا لي عنا فقرة اسمها كويز كيدز وإلا ليه ايش رايكم في الكريمة متاعنا حطيناها في التاغ نحط صحن نخضر على خاطر جيسو كيسو اخضر تحب تحط له صحن كيف كيف ملا صبية هذي انا نحبش علي هي تحب تزين لنا الطاولة خليها هي تزين لنا الطاولة وانجي نعطيك تزين لنا الكريمة بيختار لنا يا برا امشي اختار لنا انت الطاولة انا صحن شنو نختار اختار صحن اخضر معك كيس اخضر شكون باش يزين الكريمة واحد يقعد هوني واحد غادي ما نحبش زين النازل جسر خليها تزين الطاولة هذوما هذوما ازرق هذوما اللي هذوما بيمرة تمد لك كيس ازرق تحب تحط لي كيف كيف هي اي مدلك عندنا كيس ازرق خويا ميران اما فيها الماء لحظه نشرب الماء باهي صبوا لنا صبوا لنا صبوا لنا يصبوا لنا ما يسالش هاي اعملوا كيما تحبوا صب صب البرنامج برنامجكم الكوجينه كوجينتكم وانتم الشيفات برا رجع لها كيس برا رجع لها كيس هاو الكيوي اجاو زينوا انا نحبها وحدها الكريم لا لازم نزينوها بالغله انا اللي لهنا نحكم في الماكله انا نحكم شنو باش تاكلوا باش نحط لكم دقله زيد انا الدقله ما نحبهاش لا لا تحط مدالينا ما يمشيش كعبه برك حطها كمثيل في الوسط شو اخص وحط كيوي من هنا وكيوي من هنا تحبوا لورانج زيدا حضرتوا رويحكم بالاسئله ولا ليه لا اي اي نسالكم اسئله عندنا فقره اسمها كويز كيدز نشوفكم تعرفوا بيه قد اللي من بعدها ميرال شنو هي هذي كيك ما عرفش مديكل حط هكا بيه ليه عادة ما خليتوش شو شو اخزل خلينا نتعلم ونزين ونقدو حاجة بالقديم شو هكا مثلا ميرال اخزل شو اوه شو هذي بيه قدو هكيك
مش كبير ما زلتوا تستحقوا دجلة؟ أنا لا صحيت حط ميرالها. شكون جاع أكثر واحد فيكم؟ هو أنا. هو؟ مازلت ما جوعتش. مازلت ما جوعتش؟ أنا تو باش نبدا. فما حاجات مغرومين بها؟ أي شنو هما الحاجات المغرومين بها؟ مثلا قصة. قصة المطالعة؟ أي قرآن. قرآن؟ شنو هي سورة قرآنية حافظها أنت؟ مثلا إذا جاء نصر الله والفتح. سورة الفتح. الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. قل لي ميرال باش مغرومة أنت؟ بالرسم. بالرسمة؟ وبال يعني نغني ونشطح. تغني وتشطح؟ شو بك ما شطحت الناس؟ أنا نشطح على أغنية تيك توك. أغنية تيك توك؟ ميساج أشطح لنا أنت أغنية وإحنا تو بعد نحطوا لك الموزيكا نتاعها. برق بغاديك قدام الكاميرا عدد واحد. أنا قل لي كيفاش تشطح. هذه ماني جات ماني ولا فلفلة فلفلة فلفلفلة نسلوه يسي وجو تعزيز جسموش. ما حليه عملوها مع بعضكم برا وعملوها مع بعضكم. ماي ياي أكم الزوز تعرفوها عملوها مع بعضكم. ماي نحش ماما تو احنا نحطوها مع بعض. ليسي كسر بدو مع بعض. اخذوا الكاميرا. ليسي morning just morning gala falfala 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 this you that is just what you gala falfala 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 this bravo هذه من تعلمتوها من التيك توك؟ اي تيك توك عديوها. تيما عديوها في التيك توك؟ توا في الصيف ايش تعديوا الوقت نتاعكم؟ في التيك توك اكثريه؟ تتفرجوا على التيك توك، تتفرجوا على اليوتيوب؟ تتفرجوا عليهم الكل. عليهم الكل التلفزه. هز ميرالاي. اي هز جسورة. شنو ناقصنا غاد؟ قصنا كان المغرفة ونحطهم خوب. حط غاديك تونجي ندني لك. حط في بلاصتي انا تونجي انا ندني. شنو ناقصكم مغرفة؟ نوين حط لازم حط هنا حطها غاديك. اي او هنا بلاصتها او هنا في الوسط هنا بعدي لا لحظة سيبوها قبل أنا دابا حطيت خوذة بابيي تاو نجم. صحيت بابيي نحطوهم تحت الصحانية. باهي تو نعطيك. كاي وحضروا روحكم تاو الكويز كيز باش نشوف شكون اللي جاوب فيسع فيسع والأجوبة نتاعو صحيحة. ليش نعمل؟ هاي خوذة ميرال حط غادي. مالا ميرال هذيا صبية شافة محلاها. يعطيكم الصحة. هذه انتم طيبتوها بارك الله عليكم. اقعدوا. سي بون تبداو نذوقوا ولا عندك سكينة؟ غادي تبداو ذوقوا. انا باش نبدا كي نبداو ناكلوا شنو نقولوا ساعة؟ ما نبداوش بالحلو. بسم الله الرحمن الرحيم وفي نشبعوا شنو نقول؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. استنى هات ونطلق. عطيني صحنك. انا الاول. جيس خليها هي. جيسر ما عندكش الصبر؟ ما هو لازمنا نتعامل المصبر هكا ولا ليه؟ تضحك عليك ميرال هكا هكا ضحكت ميرال هكا ضحكتها شيخه ميرال حصه كامله وهي تضحك عليك. لطف عليك. عدين نضحك عليها. عدتي تضحك عليها. هاي ذوقوا قولوا لي. نبداو نذوقوا خلينا نشوفوا ترى. وصلات شوفوها خندوقها انا صلاتي ترى. بسم الله. بنينا صلاتها. بنينا برشا. صحة. بنينة. بنينة. تعجبكم الماكلة هكا في الصيف؟ ما تحبوش معناها هيك الماكلة كسكسي ومقرونة في الصيف ليه؟ تحبهمش. تحبهمش؟ تحبهم. الصيف لا شتي؟ في الصيف. في الصيف بركة. أنا أحبهم. وشني أكثر غلة أنت تحبها في الصيف؟ أنا هذي. أومليت؟ هذيك مش غلة 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 أكثر حاجة غلة تحبها أنت في الصيف. مدلينة. مدلينة في الصيف؟ مدلينا في الصيف؟ لا لا حكيت انا مدلين دلع وبطيخ. اي ما هيش غله نتاع الصيف المدلين.
انا نحب الدلع والبطيخ. هاي نبداو في الفقره نتاعنا اللي اسمها كويز كيدزا. نبداو شنو هي تفاسكي ميرالا؟ ليه استنى انتم راكم الاطفال الصغار اللي جيتوا كلكم الشيف صغرون وكلكم اذكياء. هاو باش نعمل هك طب هكا شكون باش نبدا معاه السؤال؟ شكون نلعبوا اللعبه نتاعنا زويز فرده؟ شكون فرد وشكون زويز؟ هاي باه نبدا زويز فرد. لا نلعبوا اللعبه نتاعنا باش انا لا نحايل لا معاك لا معاها. انت فرد وهي زويز. هاي شيل لا لا شيل لا امي. قداش؟ 10 و 8 18. عدد فردي ولا عدد زوجي؟ زوجي. عدد زوجي. شكون اختار زويز؟ انا. هي نبداو معاها. هي هاي ركز ميران. وانا تحب تاكل شويه تاخذ شويه انرجي. نبدا ما الشيء الذي نسميه بلونه وهو من الغلال؟ الاجاص، التمر، ام البرتقال؟ برتقال. برتقال سهل. عرفت حسيتني برتقال. برافو. ناكلو فيه. ناكلو فيه. باش ناكلو. باش نسال جاسر توا. جاسر ركزي اخذ غادي الكاميرا. عدد واحد. ما هو الرقم الذي ياتي بعد الرقم عدد ستة؟ كي نبداو نحسبوا واحد احسب معايا. واحد مية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. 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 الرقم الذي يأتي بعد عدد ستة. خاطر هو مازال ما يقراش ميرال. خاطر أنت مازال هو هكا ولا لا؟ أنت مازال ما دخلتش المكتب. أي مازال. وأنت دخلت المكتب. فهمت؟ ما في باليش. عاوش رجع لك سؤال أنت. أيهم أيهما أكبر رقم، خمسة أم ثمانية؟ ثمانية. سؤال سهل. سهلة. حتى نتاع قبيلة بعد ستة سهلة. سهلة بالنسبة لك أنت. سبعة. ما هو لون الدم؟ تعرف الدم؟ أحمر. أحمر صحيح. برافو يا جاسر. خلينا نعطيه الميرال سؤال صعيب شوي. نعطيك سؤال صعيب ولا سهل؟ صعيب. اللي نعطيك سؤال في الحساب. انا 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 يظهر لي عرفت اللي انت متمكنه في الحساب. احسن ماده تحبها في المكتب شنو؟ فرنسي. فرنسي. اذا كان تاكل سنه. خلينا اذا كان معك كان عندك تسعة ثمرات من البرتقال اهديت ثمره واحده واكلت اربع ثمرات، كم يتبقى لديك؟ قديش تقعد عندك؟ أربعة. من الذكية هذي؟ مزدت من أربعة. حسبتهم؟ حسبتهم؟ جيسر دخل في الحلو يظهر. هكا 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 هكا. جيسر نعطيك سؤال ولا نخليك تاك؟ أعطيك سؤال. كم عدد أصابع اليد؟ عشر. لا هذوك يوليو أصابع اليدين. كم عدد أصابع اليد الواحدة؟ خمس. كيفاش نحسبوه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة. وقديش عدد أصابع اليدين؟ عشرة. عشرة صحيح. ارجع برافو. رقم كي طلعها؟ لا هو من الأول جاوب. هو من الأول جاوب عشرة ومن بعد صلحنا له واحد. نمشيو للميرال. في أي فصل نذهب إلى الشاطئ؟ صيف. لا الخريف. صيف. انتي الخريف. صيف. انا خريف. في الخريف. اي صيف يا بنتي مش في الخريف. نمشيو مشيت للبحر انتي. اي وقت الخريف عليا. وعليا نمشي في الخريف. صيف ساعات نمشي في الخريف. قالك نمشي في الخريف. اي صح. نمشيوش انا في الخريف. تمشيش الخريف. تمرضوا. تمرضوا. ليه؟ اجاباتها اجاباتها ميرال ما شاء الله عليها. موحدين مسطرين مخيطين مفصلين. كل سؤال عنده اجابه عندها. هي عجبتكم الماكله ولا ليه؟ بنينه. بنينه. تشخت عليها؟ اي. هاك وليت تاكل في الدار ميرال؟ ما قلتش بيتزا و من قبيله تقول لي بيتزا وهمبرجر و ها؟ اما ابان مش هذا خير؟ بالحق صحة لبنتي. أنا فرحت برشا خاطر أنتم كنتوا موجودين معايا. سبيعة مزيانة تعديت معاكم. قل علاش كنت حابة تسلم ميرا؟ على عائلتي. عائلتك ميرا. أغزل للكاميرا سلم عليهم الكل وقول لهم وزاد قول للناس وصحابك اللي يتفرجوا فيك إن يحبوا زاد يجيو بحذانا لشيف صغرون
يا صحابي اجيو للشيف صغرون على خاطر عملنا برشا جو. برافو. وانتي جسور؟ على ماما وبابا الناس الكل. الناس الكل، ماما وبابا وعائل جسر الكل وعائلة ميرال، اكيد فرحتوا بيهم وتفرجتوا معنا وكنتوا حاضرين معنا في سويعة المزينة هذية. اكتشفتوا معنا جسر وميرال في الكوجينة كيفاش يحبوا يعاونوا، كيفاش زادا زينوا معنا البلا متاعنا وكانوا فرحانين برشا. دونك يا ماما وبابا هاكا تبارك الله عندكم زوز شيفين، شيف جسر وشيف ميرال، تنجموا تعاونوا يعاونوكم وتعملوا عليهم ويتحملوا المسؤولية في الكوجينة. جينا انا فرحانه برشا خاطر هما كانوا معايا. ما ننساش باش نعطيهم، تحبوا على الكادوات ولا لا؟ اي. وكي ما تاخذوش كادوات ميسالش ميرا الملقوم هكا، فما كادوات تمشي تجيبهم. هذوما الكادوات نتاعنا، هاتو هذوما الكادوات نتاعنا. شكون يحب الموف وشكون يحب الغوف؟ انا نحب الروز. انا موف. ليه انت تحب اللون البنفسجي، وانت هذيك اللي فيه اللون الوردي، فيه برشا وردات. هذوكم الكادوات نتاعنا، باش تروحوا زاد انتم فرحانين. ان شاء الله مبروكين عليكم، فرحت برشا بكم. وهكا نكون وصلت معاكم لنهايه برنامج شاف صغرون. تحيه للناس الكل اللي تابعتنا على مدار ساعه كامله. نتقابل معاكم في حصه جديده من شاف صغرون. باي باي.